السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية أعزائي المشاهدين. هذا منظر شامل لنقيل حميدة. طبعا هذا المكان فوق بيت حسن علي، هذا هو بيت حسن علي. كانت هنا عقبة صعبة جدا جدا، وها هي أمامكم تشاهدون جمال وسهلة الطلوع فيها والنزول والميول. طبعا كانت عقبة طلعة بسابع، اليوم السيارة سنجل تمشي بكل أريحية. وهنا الدركتال الذي صورناها في الأمس لا تزال في نفس المسار، تقوم بالتصفية النهائية ورفع المخلفات، وبعده سيأتي بوكلين يسوي مصارف المياه في حواف الخط. حميدة أصبحت جاهزة ولله الحمد كما تشاهدون أمام أعينكم. شوارع حميدة، وساع حميدة، عدم تساقط الأحجار من المرتفعات فوق الخط، أصبحت تصفية كاملة. حتى أن عمال الكومبريشن لو لاحظوا أن عاد في صخرة مهددة للخط يقومون بتكسيرها وإنزالها من فوق الخط. طبعا في هذا الملف باقي تصفية هذه المخلفات اللي بالحوف. الآن يبان أنه زاوية الملف، لكن سيتم تصفية المخلفات ويكون المسار حلو جدا. نكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله إلى مشهد آخر. في أمان الله.